وار هذه ما يخليوهاش يدخلوا اجواء قبل المباراه دعوه عامره تبارك الله ها لا زيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما كتشوفوا معنا تصريحات مع الجماهير عارين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من مدينة بركان. اليوم غادي نستمعوا التصريحات ديال جماهير الرجاء التي جاءت هنا لمدينة بركان لمساندة الأخضر الرجاء أمام نهضة بركان في جولة العشرين هنا من وسط مدينة بركان. اليوم غنستمعوا تصريحات ديال عشاق الرجاء الذين انتقلوا من الدار البيضاء إلى هنا إلى شرق المملكة المغربية من أجل مساندة فريق الرجاء في هذه المباراة. إليك الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المباراة هذه اليوم هنا في مدينة بركان مع هذا إن شاء الله فاش غادي نوقف إن شاء الله المباراة نتاعنا، نتاعنا كثر من مدينة الناظور باش نساندوا الخطرة الوطنية اللي كتمثل المغرب كامل والمملكة كامل اللي بقى على الوطن، ونتمنى ان شاء الله يكون القطش نتاعنا. وعلاش لا حساب دير بين هاد نقربوهم فاش نقتربوا البطوله ان شاء الله، والبطوله نتاعنا ان شاء الله. ان شاء الله تحيه ليمون ليمون يولي خدام. توصي اول مباراه مع الرجاء ان شاء الله طوا بوا ان شاء الله تصل على النقاط نتاعنا من بركان بعد عودة الجماهير. كيف ترى الرجاء بعد عودة الجماهير؟ الرجاء الجماهير اكيد شكرا. شي واحد اخر يقول لنا شي كلمة الشاب انا الشاب انا الكلمة الوحيدة اللي غادي نقول لكم اللي هي ديما راسك ان شاء الله تمام ان شاء الله كلف كاينة واحد مني واحد ان شاء الله الله يلطقيني اخويا زي صح. وار هذه ما يخليوهاش يدخلوا اجواء قبل المباراه دعوه عامره تبارك الله وار هذه ما يخليوهاش يدخلوا اجواء قبل المباراه دعوه عامره تبارك الله